السلام عليكم. تعملي ايه لو جيت قلتلك ان في واحد قالب الدنيا عليكي وبيدور عليكي في كل حته وسايق عليكي طوب الارض ان انتي بس تقابليه؟ هل هتحسي ان دي حاجه فلاترينج وكيوت وكده، ولا ايه يا عم انت الغرابه دي، انت ناولنا على ايه؟ انا جنى عادل وهي دي السحله. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من امر سيف الملوك والراجل اللي شبه عليه في السوق وانتهى بيه الحال في الاخر انه مسجون بعد ما سيف الملوك نسيه تماما، وانه في يوم من الايام كان قاعد سيف الملوك طبعا جنب الشباك بيتفرج على البحر كده وبيفكر في الرحله الطويله اللي هو خاضها علشان يوصل لبديعه الجمال وكل الحاجات اللي خسرها في الرحله دي، وجا على باله اهم حاجه خسرها، ساعد. ساعد الراجل بتاع السوق اللي كان معاه العبايه. يا مملوك انت، وهو الراجل اللي انا قلت لكم سبقوني بيه على القصر ده وديتوه فين؟ سجناه يا مولاي. سجنته ايه يا ابني؟ الله يخرب بيتك، انا قلت لكم سبقوني بيه على القصر، اجري اندهولي. دخل الراجل المسكين على سيف الملوك وعلى ملك الهند وهم قاعدين، وتاكد سيف الملوك انه فعلا كان ساعد. يا عبد الصمد، ازيك يا ساعد؟ ده انا البحاره قالوا لي ان انت مت في البحر. والله يا مولاي عمر الشقي بقي، واديني جيت من البحر علشان اجي اترمي في السجن هنا، مش عارف مسجون ليه بقالي شهر، بس الحمد لله في الاخر ان ربنا انعم عليا وشفتك قبل ما اموت. انت عامل ايه؟ لا بص، قبل ما تحكي لي واحكي لك، انت مبدئيا تروح على السبا علشان بجد حالتك صعبه قوي، وبعد كده نعمل لك وليمه محترمه ونقعد نتبادل الحديث. خرج ساعد من السبا ولبس احسن لبس وقعد مع الملك والامير وابتدى يحكي لهم حكايته. بقى احنا يا مولاي لما البحر قام والمركب اتكسرت، مسكت انا وشويه من الرجاله في لوح خشب كده كان عايم على وش الميه، وفضلت الريح تودي فينا ناحيه جزيره. نزلنا عليها قعدنا نستكشف وندور على حاجه ناكلها، لان نفسنا مره واحده محاطين بمجموعه من العواجيز، ولسه يا دوب بنشوف هم دول كانوا معانا ولا علينا ولا حكايتهم ايه، لقيناهم مره واحده تحولوا لمرضى وكل واحد فيهم لف رجليه حوالين رقبه واحد فينا. ايه ده ساعد، انت رحت الجزيره بتاعت شيوخ البحر؟ احنا كنا هناك. طب وعملت ايه ونجيب منهم ازاي؟ دول خطفوا واحد مننا واحنا واقفين ومعرفناش نعمل له حاجه. العنب. الايه؟ العنب 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 يا سيف الملوك العنب. بقى احنا يا سيدي لما قعدنا نلفلف في الجزيره دي، بعد ما خلاص كل واحد فينا بقى فيه راجل راكب على كتافه ومدلدل رجليه، لقينا كرم عنب كبير قوي، قطفنا منه شويه عنقيد وعصرناهم، ولقينا حفره كبيره في الارض رحنا حطينا العصير فيها وسبناه يخمر. يوم في التاني بقى نبيت، قعدنا نشرب احنا والرجاله علشان ننسى احزاننا، وشويه والمرضى شافونا ابتدينا وشوشنا تحمر كده ومزاجنا يروق ونضحك، قالوا لنا نشرب معاكم بس استنوا هناخدكم على الكرم الكبير. سقونا قدامهم على كرم ملوش اول من اخر، عنقود العنب الواحد فيه طول الواحد فينا. لمينا العناقيد وعصرناهم وخمرناهم وبقينا نشرب ونسقيهم معانا. تشربوا في ايه يا جماعه؟ قالوا لنا احنا عندنا شويه جماجم لحمير زيكم كده، كنا استولينا عليهم وركبناهم ولما جوعنا اكلناهم. احنا سمعنا الكلمتين دول من هنا، بقينا نصب للواحد فيهم ونخليه يشرب ويشرب لحد ما يتعمي، لحد ما تكوموا كلهم، رحنا حاطينهم في حفره ومولعين فيهم. بعد ما ربنا كتب لنا النجاه من شيوخ البحر، اتفرقت انا والمماليك، مننا اللي طلعوا على الساحل علشان يدوروا على سفينه يشاوروا لها يمكن ترضى تاخدنا معاهم، ومننا اللي قعد يدور على ثمار يلمها علشان لما السفينه دي توصل ما نخشش على الناس بايدينا فاضيه، وكنت انا من الناس اللي راحت تدور على الثمار في الغابه. فضلنا ماشيين ماشيين لحد ما مره واحده لقينا راجل طويل عريض عجوز ودقنه قد كده وبيضه زي التلج، ومعاه قطيع من الغنم. انتوا مين يا جماعه وايه اللي جابكم هنا؟ قلنا له احنا بحاره وتايهين. طب وعرفتوا تنجوا من شيوخ البحر؟ عرفنا يا عم، ربنا ما بيسيبش حد. طيب انتوا سبقوني على المغاره بتاعتي وانا هذبح لكم غنمه من الغنمتين دول عشان تاكلوا كده وترموا بدنكم لحد ما نشوف هنتصرف ازاي. سمعنا كلام الراجل العجوز العملاق ده وطلعنا على المغاره بتاعته، لقينا ناس شكلهم كانوا بحاره تايهين زينا كده، بس بمجرد ما دخلنا اكتشفنا ان كلهم عميان، وهم اول ما سمعونا داخلين بقوا يقولوا انا ضعيف، انا تعبان، انا هلكان. جماعه وانتم محدش جا جنبكم، انتم مالكم؟ ايه اللي عمل فيكم كده؟ قالوا لنا هو شقطكم من الغابه. الراجل العجوز اللي بره ده مش بني ادم ولا حاجه، ده غول، واول ما هيرجع دلوقتي هيعزم عليكم بلبن ويقول لكم علشان ترموا بدنكم كده، اللي هيشربوا منكم هيتعمي. ده اللي حصل معانا، ومن ساعتها وهو حابسنا في المغاره دي ومش عارفين نطلع منها، وكل يوم يدور على واحد فينا يكون مليان كده وملظلظ شويه يروح ذبحه واكله. يا دوب العميان ما كملوش كلامهم الا وكان الغول داخل وفي ايده اللبن. اشربوا يا جماعه بلوا رقكوا. صحابي ما عرفوش يعملوا حاجه، شربوا اللبن ومفيش دقيقه الا وكانوا اتعموا فعلا، بس انا حاولت اصيع فروحت عملت نفسي شربته ودلقته تحتيه على الارض. اول ما الغول افتكرنا اتعمينا اتبسط قوي وراح ماسك واحد فينا قعد يحسس عليه كده يشوف فيه حاجه تتاكل ولا لا. لما لقاه سمين شويه اتبسط وقرر ان هو يسيبه علشان يسمن زياده، وراح ذبح ثلاثه من الغنم بتوعه وراح مدخلهم في سيخ حديد كبير
وشويهم زي ما يكون بيشوي عصافير. اول ما الغنمات استووا راح مطلعهم مقزقزهم وهو قاعد، وبعدين جاب حله كبيره كده مليانه نبيت راح مقربعها علشان يحبس ونام. وانا طول الوقت ده قاعد مرعوب، لازم نقتل الشيء ده ونهرب من هنا في اسرع وقت ممكن. ربنا الهمني يا سيف الملوك ان انا اخد سيخ من الاسياخ اللي شوى عليها الغنم دي وافضل اسخنه على النار لحد ما يحمر كده، ورحت واخد السيخ ورشقه في عينيه. قام طبعا يلوش داي المجنون بعد ما اتعمى، لحد ما واحد من العميان اللي معانا قال لي لو عايز تتخلص منه تضربه بالسيف في نص وسطه بالظبط. رحت رافع سيفي ورحت مديله ضربه جابته نصين قدامي، وسبحان الله يا جماعه لقيته وهو مشقوق نصين بيقول لي انا كده لسه ما متش، لو عايز تقضي عليا اضربني ضربه كمان في نفس المكان بالظبط. هتف الاعمى وقال اوعى تسمع كلامه، لو ضربته زي ما بيقول كده هيلتئم وهيرجع يقوم ياكلنا كلنا. فضلت سايبه يتنفض قدامي على الارض لحد ما مات، وبعد كده اتعاونت انا والرجاله وفتحنا المغاره. وفضلنا قاعدين على الجزيره دي شهر في التاني ناكل من الخرفان اللي كان سايبها ونشرب لبنها والثمار اللي موجوده، وكل ما نشاور لمركب على الساحل علشان تاخدنا معاهم يفتكرونا غيلان ويسيبونا ويمشوا. لحد ما فين وفين لما مركب من المراكب اللي معديه قربت مننا كفايه علشان تشوف ان احنا بني ادمين مش غيلان، واخيرا رضوا ياخدونا معاهم ونزلوا بينا البحر. شهر في التاني الريح كانت طيبه، لكن مره واحده قامت عاصفه والمركب غرقت والناس كلها غرقت، ولقيت نفسي تاني متشعبط في لوح خشب. فضلت الريح توديني وتجيبني لحد ما في الاخر رسيت هنا في المينا بتاعه كمين البحرين، ولقيت ما حلتيش من متاع الدنيا غير العبايه دي اللي سبحان من نجاها من كل الهم اللي شفناه. رفعتها وقلت ابيعها علشان الاقي حاجه اكل بيها، وسبحان الله يا سيف الملوك كانت السبب ان احنا نتجمع على بعض. سيف الملوك طبعا قام خدوا حضن مطارات وحمد لله على سلامتك يا صاحبي، وانا اسف والله على البهدله اللي انت شفتها من تحت راسي دي، بس يعني يكون في علمك انا برضو اتبهدلت زيك كده واكتر. وقعدوا هما الاثنين سيف الملوك يحكي وده يسمع وساعد يقول له اه وانا كمان، لحد ما في الاخر ملك الهند قال لهم خلاص يا جماعه انتوا موجودين هنا في ضيافتي لحد ما سيف الملوك ربنا يفك كربه، ولو عرف يعني يوصل لبديعه الجمال يوصل له. في تلك الاثناء في مكان بعيد بعيد ما يوصلوش لانس ولا جان، كانت الاميره بديعه الجمال عرفت ان اختها دوله خاتون رجعت من الخطف بالسلام، فجهزت موكب محترم وحملته بالهدايا وطارت هي وجواريها ونزلت على قصر الاميره في سرنديب. يا دولي حمد لله على السلامه، وحشتيني، انت كنت غطسانه فين كل ده؟ يا ديعة يا جزمة انت ما بتسأليش، سايباني مخطوفة كل ده وما حاولتيش حتى تنقذيني. وقعدوا هما الاثنين يرغوا ويرغوا، دولة خاتون حكت لها على كل اللي حصل معاها من ساعة ما حاتم الامير الجني الازرق ده خطفها وسابها في القصر بتاع يافث ابن نوح لحد ما ربنا كتب لها النجاة على ايد واحد من ابناء البشر اسمه الامير سيف الملوك. اسكتي يا ديعه، فاكره العبايه اللي باباكي كان بعتها للملك سليمان علشان يمكن لو شاف صورتك فيها تعجبيه ويتجوزك؟ العبايه دي الملك سليمان ما بصش فيها اصلا، اداها مقفوله زي ما هي كده لملك مصر، وملك مصر اداها لابنه اللي هو مين بقى؟ سيف الملوك اللي انقذني. حته ولد مال وجمال وملك واخلاق وشجاعه ونبل، ومش عايز من الدنيا كلها غير انه بس يشوفك، ده ساب اهله كلهم وساب ملكه عشان يدور عليك يا ديعه. اديله بس فرصه ان شاء الله حتى تشوفيه يعني 10 دقايق بس كده اكبري بخاطره. بديعه الجمال سمعت الكلمتين دول، بني ادم انت عايزاني انزل في ديت مع بني ادم ومصري كمان؟ انت جننتي ولا ايه؟ ايه يا ديعه مالهم البني ادمين؟ ما انا بني ادم قدامك اهو، اقعدي عيبك واتكلمي عدل. وبعدين يعني مش انت باباكي كان عايز يجوزك للملك سليمان؟ ما هو كان ملك من ملوك الانس برضو. ايوه ماشي، بس اتس سليمان ده كان ملك ونبي وبيحكم على الانس والجن، لكن انا ايه اللي يخليني اقابل الجربوع ده؟ يا بنتي مش جربوع ولا حاجه، بقولك امير وشجاع ونبيل وغرقان في حبك من مجرد صوره. يعني لو كل ده ما كلش معاكي على الاقل قدريني، انا اديته كلمه لما انقذني من القصر بتاع يافث ابن نوح ان انا هظبطكم لبعض. انزلي معاه شوفي مره واحده بس، ولو ما عجبكيش خلاص نكسر قلب امه عادي، بس يعني ما تصغرينيش. دولة انا بصراحه مش فاهماكي، يعني انت شايفه ان دي حاجه كده كيوت وجميله ان هو ساب الدنيا واللي وراه واللي قدامه علشان شاف صورتي في عبايه؟ ايه الهبل ده، ده شكله عبيط يا بنتي. ما اختلفناش، هي تصرفات عبيطه فعلا، بس زي ما بقولك قدريني بس ما تصغرينيش، هخليكي تشوفيه من بعيد مش ضروري حتى تقعدي معاه. ها ايه رايك؟ اديني وقت افكر، احنا عامه الوقت اتاخر بقالنا بتاع 80 سنه بنرغي، خلينا ننام دلوقتي وبكره لو لينا عمر كده هبقولك انا قررت ايه. لا ننام ايه، ننام ايه يا بنتي حرام عليكي، ده لو عارف ان انت هنا ومش عايزه تشوفيه ممكن يجرى له حاجه. بقولك ايه ما توترنيش، خلاص هبقى اشاور نفسي كده وابقى ارجع لك، بلاش بقى الضغط ده. فين وفين بعد زن ومحايله من دوله خاتون وبست ايديها وبست رجليها وحلفتها بقسم سليمان وايمان ملوك الجان، وافقت بديعه الجمال انها تسمح له يشوفها من بعيد. طبعا دوله خاتون سمعت الكلمتين دول طلعت جري على جواريها قالت لهم بصوا انا عايزاكم تحضروا القصر اللي بيبص على البستان بتاعنا في سرنديب، تفرشوه احسن فرش وتزينوه احسن زينه
وتجيبوا كنبة ذهب وتحطوها جنب الشباك اللي بيبص على البستان، وهي دي اللي هتقعد عليها بديعة الجمال بكرة علشان احنا هنيجي نفطر هنا. وطارت على سيف الملوك: ابشر يا تيمور، الحاجة اللي انت متشحتف علشانها هتحصل بأمر الله. عايزك تخش الليلة دي تنام كده نوم كويس، وتصحى الصبح تغسل وشك وتحلق دقنك وتلبس اللي على الحب وتنزل تتمشى في البستان. خد ساعد معاك بس على الهادي يا زبادي، ما تجرسناش، تمشي كده برزانة، وان شاء الله ان شاء الله لو في نصيب هتشوف بديعة الجمال بكرة. طبعا سيف الملوك عمل فيها واحدة الليمبي، لا نشوفها دلوقتي. لا ما هو الهبل ده هيخليها تقفل منك، انا اصلا جايبها بتضلين. اعقل كده وخش نام دلوقتي، وبكرة ان شاء الله نبقى نشوف بديعة الجمال ونكمل السحلة الجاية وعلينا خير. خلينا دلوقتي نرجع للكلام اللي ابتدينا بيه السحلة. انتوا ايه رأيكم في الرياكشن بتاع بديعة الجمال؟ هل شايفين ان رد فعلها قاسي فعلا، وان هي المفروض على الاقل تدي الولد فرصة، ولا معاها حق انها تتوتر ان الشخص ده وصل للدرجة دي من الهوس بيها وهو ما يعرفش عنها اي حاجة غير انه شاف صورتها في عباية؟ قولولي في الكومنتس، ولو عجبتكم السحلة دي لايك شير وسحلوا اصحابكم، والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.